ويشارك الطلاب من مختلف دول العالم في منافسات السباحة بدورة الألعاب المدرسية الدولية البحرين 2024 التي تقام على مسبح الاتحاد البحريني للسباحة بمدينة خليفة الرياضية. ويشارك الأولاد والفتيات من الطلاب في منافسات منفصلة لفرق الذكور وفرق الإناث في سباقات السباحة المتنوعة من حيث المسافة التي تصل حتى 400 متر، وتتصدرها حاليا هونغ كونغ بثلاث ميداليات ذهبية في منافسات السباحة.